يعلم زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أن كل يوم يمكن أن يحمل ببساطة المزيد من القيل والقال حول أزمة معاداة السامية في الحزب، فالصحافة تورد الأخبار والخصوم السياسيون يشمتون بحجم الضرر الذي يتعرض إليه الحزب بسبب هذه المزاعم. قبل أن يقف الرجل ويصف نفسه بأنه بطل التصدي لتغير المناخ والمدافع عن المساواة والإنصاف، إنه بحاجة إلى أن يعتذر عن فشله في التعامل مع العنصرية في حزب العمال. فمن جديد تظهر الاتهامات. أكثر من 60 عضوا من حزب العمال في مجلس اللوردات كتب يقول أن كوربن فشل في اختبار القيادة لأنه لم يول اهتماما كبيرا للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمعاداة السامية، أمر ينفيه الرجل تماما. حزب العمال كان أول من أدخل التشريعات المناهضة للعنصرية في القانون في بريطانيا. هذا الحزب يعارض تماما العنصرية بأي شكل من الأشكال. معاداة السامية ليس لها مكان في مجتمعنا، لا مكان لها في أحزابنا ولا في حواراتنا. أعضاء اللوردات المشتكون من كوربن بينهم وزراء سابقون ذكروا أيضا أن حزب العمال يرحب بكل الأشخاص من مختلف الأعمار والأعراق إلا اليهود على ما يبدو، وهذا هو إرث كوربن في الحزب كما يتهمون. كوربن سبق وأن تعهد بمكافحة وجود العداء للسامية إن وجد الأمر بالفعل، وعلى إثر ذلك تم فصل عدد من الأعضاء اتهموا بمعاداة السامية. لكن ثم اعتقاد لدى البعض من سياسيين ومراقبين يقول إن الأمر يعود إلى جماعات ضغط سياسية تعادي كوربن لمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية وانتقاداته المعروفة لإسرائيل، وهذا اللوبي مستعد لتدمير فرص حزب العمال في الفوز في الانتخابات المقبلة فقط من أجل إرضاء إسرائيل التي لا تريد أن ترى كوربن رئيسا لوزراء بريطانيا. أزمة معاداة السامية في حزب العمال تكاد لا تختفي حتى تطل برأسها من جديد لتشكل إزعاجا حقيقيا لكوربن الذي يحاول أن لا تؤثر هذه المزاعم على حظوظ العمال في الوصول إلى السلطة في ظل تعثر حزب المحافظين الحاكم في قيادة الخروج من الاتحاد الأوروبي. عمر شاكر، قناة الغد، لندن.